كي جاتك الأعمال الرمضانية العام؟ شنقول لك، يعني بكل أمانة وصراحة، أنا كنتفرج في ام بي سي وسي بي سي، يعني في الأعمال الرمضانية. علاش؟ لأنه باش نقول لك هذا يعني سؤال شويه محرج، ولكن انا غادي نكون معك صريحه. انت متعوده عليا صراحه. بالصراحه ديالك انا عجبوني بعض المسلسلات، ولقيت على ان كل مسلسل ما كيشبهش الاخر. كيعجبوني في الحبكه ديال السيناريو، ديال الكتابه ديال السيناريو. كيعجبوني كذلك في الاداء ديال الممثلين، اللي هو كيكون متميز، ويعني ما شاء الله عليهم وصلوا واحد النيفو اللي هو جميل جدا. حتى كتعيشي البيرسوناج، ما كتحسي بيش بهم كيمثلوا. المصريين كانوا وصلوا لواحد، اكيد هما شحال من عام هذه باش بادين تقريبا من الاوائل، ولكن وصلوا واحد الفتره انهم احتكوا مع في ديك الموجه ديال المسلسلات السوريه، احتكوا بهم وحاولوا على انهم يديروا بحالهم. والان كنظن على انهم عاوتاني كيحاولوا على انهم يوصلوا المستوى ديال المسلسلات التركيه، وهذا جميل جدا. يعني كتلقاي بان المسلسل هذا العام اللي كيجي من وراه كيبهرك اكثر، واللي كيجاو تاني مورا اكثر. احنا ما غاديش نقول للاسف، ولكن هذا واقع. كلقى نفس الام نفس الاداء، نفس الاسلوب، نفس التكرير، بل نفس الممثلين. فكيجيب لي راسي انا كنشوف نفس المسلسل اللي شفت داك العام وشفت كل داك العام، يعني ما كيزيدنيش الجديد، وما كيزيد ما كنتعلمش، ما كنستافدش لا كمشاهده ولا كممثله. فانا نبغي انا في ديك الوقيته غنتفرج شي حاجه اللي هي تفيدني وتزيدني وتتعلمني، على انني نشوف ونقول علاش ما نبقى نتحرك. بالنسبه لابين